السلام عليكم، مساء الخير عليكم شيرات. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة عند المطبخ الجزائري. عودتكم دائما بالوصفات الناجحة والاقتصادية، والوصفة تاع اليوم غادي تعجبك بزاف بزاف. نوضي دروك ديريها لولادك باش تشربي بها القهوة تاع العشية، باسكو فريمون ساهلة، في نص ساعة تكمليها، باسكو ما تريح ما تختمر ما والو. زوج كيسان فارينة وزوج كيسان حليب وانتيا درتيها. راكم تشوفوا الوصفة تاع اليوم اللي هي الكخاب. هاد الكخاب غادي ندير لكم العجينة، تنجموا تخدموهم صالي مملحات ولا سكري كيما هادو. نبدو في العجينة على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي زوج كيسان تاع حليب، الكاس اللي تختاريه كملي به. انا الكاس هذا تاع 220 مليلتر غادي نكمل به. زوج كيسان حليب يكون بارد عادي، رشة خفيفة تاع ملح، حوالي ربع مغرف صغيرة ديري ربع تاعها. والبيض، البيض يكون على حرارة المطبخ، ما تكونيش خرجتيه من الفريجيدار، وإلا كان في الفريجيدار خرجي على الأقل ربع ساعة من قبل كي تبغي ديسيدي تخدمي الوصفة تاعك. درنا 3 بيضات، أنا عندي البيض صغير على هذه درت 3. تيا إلا كان عندك البيض كبير ديري غير 2 حبات. وعندي 3 مغارف كبار زيت. الكخاب تاع اليوم ما غاديش نديروهم بالزبده، كما نعرفوا بلي الكخاب يديروهم بالزبده، انا درتهم لكم غير بالزيت. 3 مغارف، كل حبه بيض تدي لكم مغرف كبيره زيت. غادي كلشي نميكسيهم بالميكسور، تنجموا تخدموا كلشي في روبو، كيما تنجموا ثاني تخدموا غير بالفرشيطه ولا بالفوي. انا باش نسهل على روحي الخدمه ونقلع على روحي التعب، خلطتهم غايه في المكونات الاولى، تحصلت على هذا الخليط السائل. دروك غادي نجيب غربال ولا صفايه، وهذا لازم، وديري الفارينه نسحقوا زوج كيسان، نغربلها مليح هكذا باش يجيني الخليط تاعي ما فيش هذوك الكريات وتجي مهويه العجينه. بليطو الخليط ماشي عجينه. ندير الكاس الاول ونميكسي كلشي بالبراميكسور، ونزيد الكاس الزاوج، نسحقوا زوج كيسان، يعني كاس تاع حليب يدير لكم كاس فارينه. زوج كيسان حليب درت معهم زوج كيسان تاع فارينه، شوفوا الكاس راه معمر مليح. نعاود نحطها هكذا في الصفايه ونصفيه، ونعاود نبلع ونخلط توجور كيف كيف. راكم تشوفوا بلي الوصفه بزاف سهله وبزاف اقتصاديه وبنينه. راكم تعرفوا بلي برا ينباعوا بزاف غاليين، شوفوا بالكونفيتير يديروا 20000 عند لي ريستورون نورمال، حنا موالفين ناكلوهم 40000 باسكو يديروهم بالنيتيلا ولا الشوكولا، هما يقولوا نيتيلا والله اعلم، اي شوكولا كيف كيف نفس المذاق. شوفوا القوام كيفاش يكون تاع الخليط، هذا هو القوام اللي نسحقوه. قلت لكم 40000 بالنيتيلا، 20000 بالكونفيتير، ويبدو يولوا لكم 50000 60000 على حسب لي فخوي اللي يزيدوهم، الفواكه كاع اللي يزيدوهم. انتيا غادي تخدمي غير بهادو 3 بيضات، زوج كيسان حليب، زوج كيسان فارينه، 15 حبه تخيلي. المهم انتي خلي الخليط تاعك يريح غير 10 دقائق ماشي بزاف. هنا كي فاتت لي 10 دقائق درت المقله فوق النار تسخن، والمقله فوق النار كي سخنت لي مليح مليح ديروا فيها قطره تاع زيت. انا عندي هاد القرعه اللي ترش، رشيت عليها شويه تاع زيت، ومن بعد نمسحها بالبابي اسويتو، صافي غير تمسحوها مسحه خفيفه بالزيت. والمقله مادام بدا بكم تكون من النوع اللي ما يلصقش، سبيسيال تاع لي كريب ولا تاع لي بانكيك، ولا المقله تكون ثقيله. ونحطوا خليط غير شويه باسكو لي كريب يبغوا يجوا رقاق. شوفوا انا ما عنديش هذيك داك اللي يخدموا بها لي كريب، شوفوا اش درت، درت لا سباتول، قلعت لها المغرف هذيك لا سباتول، قلعت لها تاعها وخدمت بها. شوفوا ساعدتني مليح مليح، راكم تشوفوا فريمون ساعدتني، قعدت غير نحوس شندير هذا اللي خممت فيها، وخدمت لي غايه. شوفوا جاو بزاف خفاف، وقد ما يكونوا رقاق قد ما يجون قرمشين، قد ما ترقيهم قد ما يتقرمشوا. طيبيهم على الجهتين، حطيهم في طبسي، تكوني الطبسي حاطه فوقه سربيته، وتزيدي تغلفيهم بسربيته، سي بون طبسي تكوني حاطه فوقه سربيته وتزيدي تغلفيهم بسربيته. ومسحي كل ما تقلعي الحبه تاع الكخاب مسحي المقله تاعك، ونزيد نكمل. شوفوا انا وريت لكم توجور غير بهاد لاسباتيو، شوفوا كي تمسح لي غايه، فكره شابه زعما لو كان تخدمي بها، شوفي تمسح ويجو رقاق. وصلي لكاع البلايص هكا، قعدت غير ندور ونخمم شندير هذه اللي بانت لي، باسكو انا ما عنديش هذيك اللي دوروا بها، دائما نقول نشريها وننساها. طيبتها تاني منا، ونزيد نقلبها على الجهه الزاوجه تحمر لي من الجهتين. المهم انت قلت لك تحطيهم فوق سربيته وتبلعي عليهم بسربيته باش ما يقساحولكش، ومن بعد تعاملي بهم نورمال كيما انا. شوفي حطيتهم فوق سربيته نقيه وغطيتهم بسربيته نقيه. دارت لي 15 حبه شيرات، 15 باش نجو زعما باش تعرفوا الكميه اللي دارتها لكم. وشوفوا شحال خفاف خفاف درجه، بزاف شابين يهبلوا.
عندي هنا شوكولا تاع الطلي، وباش ننصحك الشوكولا تاع الطلي ما ديريش ديريكت من القوطي، سورتو الا كان الشوكولا تاعك دايرتها في الفريجيدار مقبل ولا شايفتها شويه ثقيله، ديريها في الميكرووند شويه تطلق. ولا ما عندكش ميكرووند تنجمي ديريها في حمام مائي في البان ماغي باش تطلق لك غايه وتتمشى لك في الحبه كيما هكا. شوفوا كيفاش هي تتمسح غايه ودير لك كونتيتي كبيره، باسكو الا كانت ثقيله ما غاديش دير لك كونتيتي كبيره. درت هكا وطبقتها وزدت درت هكا باش تجي معمره بالشوكولا الداخل، نستبنوها غايه. ايماجيني اختي هذه اللي فيها غير الشوكولا دير 40 ميل حبه كيما هذه، ويلا كنتي دايره كانوا دايرين كونفيتير كيما هكا في بلاصه الشوكولا كونفيتير دير 20 ميل، ويلا كنتو زايدين فيها لي فخوي زعما الا عندك اي فاكهه في الدار، عندك فراوله ديريها الداخل ولا بانان اي فاكهه تفضليها ديريها الداخل مع الشوكولا، سورتو البانان والفخاز يجو بزاف شباب. هاديك اعملها غير من 50 ميل فوق الحبه ولا 40 ميل سي بون. هي تخيلي انت 15 حبه لو كان طلعي الحساب قوطي تاع شوكولا من الصغير وشويه تاع لي زانغيديون اللي يكونوا دائما في الدار، وانت درتي 15 حبه ما شاء الله. هذا هو الشكل النهائي تاعهم الشيرات، هادو لي انا اللي عمرتهم بالشوكولا باش نتقهوا بهم، والاخرين خليتهم خاويين القهوه تاع الصباح باذن الله تعالى. رشيت عليهم شويه سكر غلاس للتزيين وكانت هذه هي النتيجه تاعهم، شكلا ومذاقا يهبلوا. ما تراطيش هذه الوصفه غير ديرها لولادك، داو العطله فرحوك في الاختبارات، داو نتائج شابين انت تاني قلشيهم وفرحيهم بهذه الوصفات اللي كاع يبغوهم سورتو الصغار. ماذا بكم تدعمون الفيديو بجام، ولا كنت الخطره الاولى راكي تشوفي في القناه دعمينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. استودعكم الله الذي لا تضل ودائما.